خروج العراق من الفصل السابع هل يعيد وضعه القانوني في الكامل في المجتمع الدولي إلى ما كان عليه سابقا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذة وزميلك المحترم أستاذ أحمد وضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. طبعا بالتأكيد هذا القرار قرار مجلس الأمن الذي صدر اليوم أو أمس هو يتعلق بتعويضات الكويت البالغة 52 مليار و 400 مليون دولار، وأيضا يتعلق بترسيم الحدود. هو طبعا مكمل لقرار مجلس الأمن 21/7 وأيضا قرار مجلس الأمن 2017 عام 2013 اللي علق خروج العراق من طائلة الفصل السابع وليس البند السابع، هو الإيفاء بالتزامات المالية تجاه الكويت. وطبعا هذا لا يعني وفقا لمتابعتي للموضوع أنه العراق يحق له أن يتصرف بأمواله الخارجية أو يحق له أن يتصرف عكس القرارات الباقية، لأنه توجد أكثر من 20 قرار صادر من مجلس الأمن ما عدا طبعا القرار اللي يتعلق بالكويت اللي تم حله. هناك الأموال الموجودة في الخارج في البنك الفيدرالي الأمريكي وأيضا صندوق التنمية، هناك قرارات لا تسمح للعراق باستيراد مصادر الطاقة، استيراد بعض الأدوية أو المعدات. هذه حقيقة كنا نتمنى أنه القرار الذي صدر من مجلس الأمن يشمل كل القرارات السابقة ويمسفها ويجعل العراق يتصرف بماله. يعني هنا هو القرار يقول بعد إنهاء عمل لجنة التعويضات والمتعلقات المالية هل يستطيع العراق أن مثلا يحصل على الأموال المحجوزة في الفيدرالي الأمريكي أو أن يفتح له أرصدة خاصة بعيدا عن صندوق التنمية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد هذا الأمر غير ممكن. لهذا يعني هذه الجزئيات تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى تفاصيل. المشكلة هي ليست فقط في الكويت وأموال الكويت وديون الكويت.